احنا عندنا في ناس في قناة العربي اللي هي بتاعت عزم بشارة الإسرائيلي بتشتم فينا ليل ونهار، وشغالين يصطادونا ليل ونهار، والأخ محمد ناصر والأخ معتز مطر ده ليه قصة. معتز مطر ده هذا الشيء له قصة معي، وأنا سوف أزلزل المعرفة والمعلومات اللي عليه، وأنا والله بيستفز أخلاقياتي، وأنا أليت على نفسي إن أنا في ملفات ما افتحهاش، لكن في ملفات رغما عني سوف أفتحها. هذا الرقيع المسمى بمعتز مطر، أنا فقط أقول له في هذه الحلقة عشان ما عنديش وقت، اخرس يا ولد، فأنت تتحدث مع أساتذتك، سواء في الإعلام أساتذتك، سواء في الفكر والتفكير أساتذتك، وأنت تتحدث، قل لي من أنت، أنت تتحدث بسخرية شديدة على من أقول وما أقوله في التاريخ. أنا أتحدث وأدعوك وأعلم أنك أجهل من الدابة، فلتقرأ من مؤلفاتي، 9 مؤلفات نصفها في التاريخ. أنا لا أريد أن أتحدث عن نفسي ولن أفعل، لكن أقول لك ولأمثالك، أنا عندما أتكلم في التاريخ فلتصمت، فأنا قارئ جيد لتاريخ بلادي وكاتب جيد لتاريخ بلادي في 9 مؤلفات لا تجرؤ حتى ولا تستطيع أن تقرأها، مش بس تتكلم عليها. 2، أنت لا تعلم أنه عندما نتحدث نتحدث بمداد الوطنية والصدق، أما أنت فتتحدث بمداد الدولار القطري والليرة التركية والعمالة الواضحة، ولا أريد أن أتحدث عما كنت تفعل هناك في مدينة الرحاب. لدي الكثير والكثير، ولا يجب أن يعني أريد أن أحافظ على عهدي ووعدي، لا أدخل في أمور لكن تدفعني دفعا أن أخرج ما في جعبتي تجاهك. فحذاري حذاري يا ولد، يا فاشل يا كذاب.